عائشة الذكري، مرشدة الفن الملحو، رئيسة أول مجموعة عيساوية نسوية بالمغرب. الحمد لله اليوم مع هذا الجو اللي هو روحاني وجو اللي هو رمضاني وفي هذا السمر الفني، الحمد لله كان تفاعل جميل مع الجمهور، وأديت القصيدة يعني اللي هي كلامها الكلام ديالها غير متداول، غير القياس ديالها متداول في قياس قصيدة البراقي اللي محبوبة عند الجميع، إنما كلام باليوم بكلام اللي هو قصيدة نظمات قبل من البراقي، غير أن قصيدة البراقي خدات شهرة. الحمد لله من ثم درت واحد الوصلة عيساوية، كان تفاعل كبير مع الجمهور، وهذا ما نطمحوا إليه. يعني إحنا كشباب ديما نبلغوا الرسالة ونحافظوا على تراثنا وعلى هويتنا. الحمد لله يعني هو بحكم النشأة يعني إحنا ترعرعنا في الملحون مع الوليد الله يرحمه، كان قدم ديال الطائفة العيساوية ومع كان مرشد الملحون، يعني هذا الشيء كبرنا وتربينا فيه، يعني كنأديو من القلب خالص. صراحة الملحون يعني موروثنا وديوان المغاربة وهويتنا، يعني الملحون كيعاني في غياب تام يعني الجهات المعنية، وحنا ماذا بينا لو كان يعني عدد من هذه الجمعيات في مدينة سلا، كاينة جمعية وحدة اللي كتنشط في الملحون، الملحون تتمص على حساب يعني فنون أخرى كما قلت، يعني كاين لي فنون اللي غير مقبولة عند أسر مغربية، ملحون كلامو زوين، ملحون أرخ كذا مسائل، فاحنا كنطالبوا من وزارة الثقافة ومن الجهات المعنية يعني هما ينهضوا ويزيدوا بهاد الصورة القدام. سلا صراحة الملحون ظهر في سجن ماسا، من ثم داز الفاس وداز المكناس وتنشأ وترعرع في سلا، وكانت تطمس واحد المدة في مدينة سلا. الحمد لله من رجعوا عدد من رجعات هذه الجمعية هذه، الحمد لله حياة هذا الفن، الحمد لله في هذه المدينة. الإبداع ديالك الفني كاين شي حاجة اللي ينتظرها الجمهور منك في قادم الأيام؟ هو دائما يعني احنا ديما الجديد، وإن شاء الله غادي نكونوا إن شاء الله مع واحد المجموعة عندي نسوية للتراث، غنخرج بواحد القالب اللي هو جديد، يعني كيشتغل على عدد من الفنون التراثية، غير هو دائما بصيغة المؤنث بإذن الله. عزيز الهلالي الكاتب العام لمؤسسة سلا للثقافة والفنون، واحد مؤسسي جمعية دريس بالمامون للبحث والإبداع في فن الملحون. حقيقة الأمسية الرمضانية ديال اليوم كانت لوحة مغربية خالصة ورائعة، تؤكد من جديد لمن لديه شك في ذلك على أن الملحون هو فن تراثي مغربي أصيل، فن يتفاعل مع قضايا المجتمع، مع قضايا الساكنة بمختلف اهتماماتهم، أكانت تعلقا بالله سبحانه وتعالى وبخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كانت مرتبطة بحياة الاجتماعية اليومية، أو كانت مرتبطة بالطبيعة وبالأرض الخصبة الغالية أرض المغرب، أو كانت تتفاعل مع القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا المطالبة بالاستقلال، قضايا ارتباط الشعب المغربي بالأسرة الملكية، قضايا الثورة الملكية والشعب، إلى آخره من القضايا، إلى أن عشنا في هذه الأمسية الرمضانية الرائعة مع أغنية تنشد أبطال المغرب، أبطال المغرب الذين أنجزوا في قطر نسخة رائعة ومشهدا رائعا يؤكد قدرة المغربي وقدرة شباب المغربي على أن يكسبوا الرهان، وعلى أن يؤكدوا أن المغرب دولة عظيمة وشعب المغرب شعب عظيم. إذن هذه الملحمة الملحونية الخالصة التي كانت تنشد بأشعار هذا اليوم المرتبط بشهر رمضان الأبرك، والذي يتميز على غير شهور السنة بارتباط العبد بالخالق تعالى وبأخلاق وسلوك الإسلام وبأخلاق التسامح وبأخلاق اللمة التي كانت الأسرة المغربية دائما تحافظ عليها لتؤكد دائما أن النسيج الأسروي المغربي هو نسيج يجمع، هو نسيج يدعم، هو نسيج يتفاعل. وأمسية اليوم كذلك بينت ووضحت للعموم على أن الفن التراثي المغربي لا زال له موقع كبير على الساحة الفنية، نعتز بالفن العصري وبالتجديدات التي حصلت في المشهد الغنائي الطربي، ولكن الفن الأصيل يظل دائما له جمهوره، يظل دائما له تفاعلات الجماهير بمختلف الأعمار، سواء منهم الشباب أو الرجال أو النساء. الفن التراثي المغربي يحتاج أكثر من العمل الجمعوي. اليوم
المجتمع المدني يقوم بأدوار كثيرة في هذا المجال، ولكن نحتاج اليوم إلى كذلك الوزارة الوصية وإلى الحكومة وإلى الفاعل المدبر للشأن العام أن يتفاعل مع كل القضايا التي تهم الحفاظ على تراثنا، الذي يهم الحفاظ على رصيدنا وتراثنا المادي واللامادي، على التحدي الذي كانت جمعية دريس بالمامولي للبحث والإبداعي في فيلم الملحون سباقة إليه، واليوم الحمد لله في محطات متقدمة، وأن يتم ترتيب فيلم الملحون تراث عالمي إنساني لدى اليونسكو. وهذا العمل هو الآن الحمد لله ماشي، واليوم كذلك وناخذ صفتي الثانية كنائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، أنه قررنا في الدورة الأخيرة أن نقيم حدثا يستحقه تراثنا الملحوني كدعم لترشيح ملف المغرب لترتيب فن الملحون كتراث عالمي، وإن شاء الله بحول الله ستكون الشهور القريبة المقبلة مناسبة لإبراز هذا المجهود الذي قرره مجلس جهة الرباط سلا. ولا أريد أن أفصح عنه لأتركه يعني لوقته، ولكن ثقوا على أن اليوم المجهودات يجب أن تتكاتف ما بين المجتمع المدني وما بين مبدل الشأن العام، سواء كان محلي أو جهوي أو على مستوى الحكومة، ليظل هذا التراث حاضرا خالدا يحمل همومنا وأفراحنا، ويبلغ رسالة التسامح والأخوة والعروبة والإسلام إلى كافة دول وأقطار العالم. اليوم فيما يخص هذا الملف هذا، اليوم الخطوات متقدمة جدا. بعد أن كانت مبادرة جمعية دريس بالمامون التحق بها تقريبا كل الفاعلين المجتمع المدني المهتمين بتراث الملحون على المستوى الوطني، تفاعلت كذلك وزارة الثقافة، والآن الملف في يعني متقدم بشكل جيد، اللي كيبشر ربما بوصولنا إلى اعتبار هذا الفن، ونحن نعرف ذلك ولا نحتاج إلى من يؤكد لنا ذلك، ولكن مع ذلك الأعراف الدولية تقتضي أن يكون هذا الفن مسجل كتراث عالمي إنساني لدى اليونسكو. أما ما غير ذلك فشعراء في الملحون من قرون، ومطربي في الملحون ومنشدي في الملحون منذ قرون خلت هم جميعا مغاربة، وأنشدوا بقدرات المغرب وبجمال المغرب وبقضايا المغرب، لقضايا كيف قلت الاستقلال ولا غيرها، مما يؤكد دائما على أن فن الملحون هو فن وتراث مغربي أصيل، يجب أن نعيد له الاعتبار، وأن نعيد الاعتبار للفنانين اللي بقى عندهم القرحة ديال الإنشاد ديال فن الملحون، ولو أنه مر من فترات الإهمال ربما، فاليوم يعيش انتعاشها، يجب أن تستمر، ويجب أن تقدم الإضافة لإغناء الساحة الفنية المغربية القوية بتنوعاتها، القوية بميزاناتها المختلفة وبقواسمها وبقواعدها الموسيقية. إذا المغرب غني بتراثه، يجب أن يستمر في هذا التوهج حتى نمتع شبابنا، وحتى نربي الذوق الفني والحسي لدى مواطنينا، وخاصة منهم الشباب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.